السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو غادي نهضروا على طريقه ديال تقديم الصبغه ديال الكناري للموزايك. الطريقه ديال تقديم الصبغه للموزايك تتكون بشكل دائم مرتين بالاسبوع، ولا في مرحله ديال تغيير الريش للفراخ ولا الكبار تنقدمها بشكل يومي حتى تسالي هذه المرحله، وبعدها تنقدموها مرتين في الاسبوع. فوقاش تنوقفوا عن اعطاء الصبغه للطيور ديالنا، تنتوقفوا عن اعطاء الصبغه للموزايك بالخصوص قبل 20 يوم من التزاوج حتى نفطموا الفراخ، وتنبداو التقديم ديالها للفراخ بعمر 6 الاسابيع اي 42 يوم بشكل يومي، وما تنتوقفوش عن التقديم ديالها حتى تتسالي الفراخ من غيار الريش الاول بالكامل. فتتسالي الفراخ ديالنا من تغيير الريش داك الاول اللي تيكون بعد البيضة بعد الفيطام، تتبدا الطيور ديالنا تتغير الريش، الفراخ ديالنا تتبدا تغير الريش، تنحبسو وتنبقاو نعطيوها مرة او جوج مرات، معذرة، جوج مرات بالاسبوع. الكميه ديال الصبغه اللي يمكن لينا نعطيو للطيور ديالنا خصنا نقراو بتمعن ونتبعوا التعليمات اللي تتكون مكتوبه في العبوه، وتتكون في ورقه ديال التعليمات، حيت هاد المواد الا استعملناها اكثر من اللازم تتاثر على الكبد ديال الطائر ديالنا ولا قدر الله يقدم موتنا. ولكن كاين الكانتاكس فالكمية ديالو تتكون تقريبا 5 غرام حتى 500 غرام في الطعام في الماكلة، و 5 غرام في الليتر من الماء. 5 غرام تنقبطو قريعة الماء لتر د الماء تنديرو فيها 5 غرام ونخلطوها مزيان ونعطيوها. وبالنسبة للفراخ تنبداو نعطيو الصبغة بكميات قليلة، تنعطيوها شوية تدريجيا شوية بشوية حوالي 2 غرام لكل 500 غرام ديال الماكلة، وهكذا تنزيدو بشوية بشوية تدريجيا حتى نوصلو ل 5 غرامات لكل 500 ديال الغرام ديال الطعام، باش ما نخرجوش على الفريخات ديالنا ونأثرو عليهم، حيت لي برودوي شيميك تأثرو بزاف على الكبد ديال الفراخ وتيمرضو لينا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يفيدكم، ما تنساوش متابعه سبسكرايب ابوني باش يبقى يوصلكم كل جديد.